يعني انتشاره، تحكمه بالكوره، استحواذ على الكوره، يعني خاصه عندهم لاعبين في وسط الملعب، لاعبين اقوياء جدا، عندهم القدره في امكانيات فرديه كبيره بالنسبه للمنتخب الجزائري. يبقى يمكن احنا منتخبنا في الشوط الاول واجه صعوبه في الوصول للمرمى، والصعوبه اللي واجهها نتيجه الضغط ونتيجه يعني قوه لاعبين الوسط في المنتخب الجزائري. نعم، شوط وهدف اول التقدم في الجهه اليسرى، محاوله المرور، عرضيه موجوده ولكن متابعه. الهدف الثاني يأتي المنتخب الجزائري، الهدف الثاني. سفيان هنا يأتي بثاني الأداء بالنسبة للمنتخب الجزائري، جهة يمنى مهزوزة من جانب منتخبنا يأتي منها ثاني الأهداف إلى حد الآن يعني أقل مجهود، وكثير من الأهداف المنتخب الجزائري ينجح في تسجيل هدفين إلى حد الآن مع بداية شوط المباراة الأول، إلى حد الآن وقبل نصف ساعة، لاحظ مع التقدم هنا في الكرة الماضية وأيضا الرقابة التي لم تكن موجودة في الكرة السابقة، غريبة الرقابة في الكرة الماضية من جانب مدافعي منتخبنا الوطني في الكرة السابقة، سهولة في الوصول حسن مظفر، ما هكذا تبعد الكرات في الكرة الماضية، رقابة لم تكن بالشكل الصحيح، ترك اللاعب يتقدم أمامه بعد ذلك هو أتى في الخلف، وكان الآن لصالح المنتخب الجزائري، محاولة المرور عن طريق الأطراف، محاولة العبور، يرسل كرة عرضية، حذار يا شباب، الثالث للمنتخب الجزائري. سفيان لاعب فالنسيا يتمكن من التسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في الكرة الماضية. نعم، الجزائر تضرب بالثلاثة في هذا اللقاء. سفيان لم يكن رحوما بمرمى منتخبنا في الكرة السابقة، يسعد العشاق والأنصار للمنتخب الجزائري من خلال هذا اللقاء، دفاع منتخبنا الوطني وألف علامة استفهام. لاحظ الوقفة لمدافع منتخبنا الوطني، هنا الرقابة بين اثنين كانوا يتواجدون في الأمام واللاعب كان يتواجد خلفهم، وقفة لم تكن بوقفة مدافعين بالشكل الصحيح. هكذا أقول، أخشى على منتخبنا لدينا أدنى حلول في خط المقدمة في هذا اللقاء، وتغييرات الشوط الثاني لم تأتي بأكلها ولم تضف شيئا في شوط المباراة الثاني، ولربما الرابع إن لم يتألق الحبسي. هنا الرابع يأتي للمنتخب الجزائري، الرابع يأتي للمنتخب الجزائري في هذا اللقاء، إسحاق بالفضيل لاعب بارما الذي يتألق في الكرة الماضية، علي الحبسي يعاتبهم يؤنبهم، ولكن ولا تحين من دمي الحبسي، ولا تحين من دم الآن. الهدف الرابع، والجزائر محارب الصحراء يقسون على الهوكوين في هذا اللقاء. لاحظ مع الكرة من خط المنتصف، افتكاك الكرة الماضية، أين الدفاع في كرتين، اللاعب ينفرد خارج خط 18، يتمكن من الوصول بشكل رائع. الجزائر في أقل من دقيقتين تضيف هدفين توصل بهما بحول الله تعالى، كل التوفيق لمنتخبنا. محاولة التقدم الآن، ضرب الدفاع للمرة الثالثة، نصل إلى ضرب الدفاع، محاولة، الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. نعم، نجاح بشكل رائع واختراق للدفاع في الكرة الماضية، هنا علي البوسعيدي ينجح في الاختراق الرائع وإيصال منتخبنا الوطني إلى أولى الأهداف في هذا اللقاء بشكل رائع. لاحظ مع التقدم والهروب بالكرة من جانب علي البوسعيدي، التحرك والنقلة الجميلة يعني تستغل من خلالها تقدم حارس المرمى بلمحة جميلة، برمحة رائعة لعلي البوسعيدي، هنا وصلنا إلى الهدف الأول، وصلنا إلى هدف تقليص الفارق، رغم أنه لا زال بعيد ولكن لربما يكون قريب في قادم الأوقات إن استمر الأداء في هذه الوضعية. تحدث بأن المنتخب الجزائري، نعم، دفاع إلى حد الآن تخشى عليه من أهداف، ولكن منتخبنا لم يكن مبادر، يعني انتشاره، تحكمه بالكوره، استحواذ على الكوره، يعني خاصه عندهم لاعبين في وسط الملعب، لاعبين اقوياء جدا، عندهم القدره في امكانيات فرديه كبيره بالنسبه للمنتخب الجزائري. يبقى يمكن احنا منتخبنا في الشوط الاول واجه صعوبه في الوصول للمرمى، والصعوبه اللي واجهها نتيجه الضغط ونتيجه يعني قوه لاعبين الوسط في المنتخب الجزائري. نعم، شوط وهدف اول التقدم في الجهه اليسرى، محاوله المرور، عرضيه موجوده ولكن متابعه. الهدف الثاني يأتي المنتخب الجزائري، الهدف الثاني. سفيان
هنا يأتي بثاني الأهداف بالنسبة للمنتخب الجزائري. جهة يمنى مهزوزة من جانب منتخبنا يأتي منها ثاني الأهداف إلى حد الآن يعني أقل مجهود، وكثير من الأهداف المنتخب الجزائري ينجح في تسجيل هدفين إلى حد الآن مع بداية شوط المباراة الأول إلى حد الآن وقبل نصف ساعة، لحد مع التقدم هنا في الكرة الماضية وأيضا الرقابة التي لم تكن موجودة في الكرة السابقة. غريبة الرقابة في الكرة الماضية من جانب مدافعي منتخبنا الوطني في الكرة السابقة، سهولة في الوصول حسن مظفر، ما هكذا تبعد الكرات في الكرة الماضية، رقابة لم تكن بالشكل الصحيح، ترك اللاعب يتقدم أمامه بعد ذلك هو أتى في الخلف، وكان الآن لصالح المنتخب الجزائري محاولة المرور عن طريق الأطراف، محاولة العبور، يرسل كرة عرضية، حذار يا شباب، الثالث. أخشى على منتخبنا لدينا أدنى حلول في خط المقدمة في هذا اللقاء، وتغييرات الشوط الثاني لم تأتي بأكله ولم تضف شيئا في شوط المباراة الثاني، ولربما الرابع إن لم يتألق الحبسي. هنا الرابع يأتي للمنتخب الجزائري، الرابع يأتي للمنتخب الجزائري في هذا اللقاء، إسحاق بالفضيل لاعب بارما الذي يتألق في الكرة الماضية، علي الحبسي يعاتبهم يؤنبهم، ولكن ولا تحين من دمي الحبسي، ولا تحين من دمي الآن. الهدف الرابع، والجزائر محارب الصحراء يقسون على الهوكوين في هذا اللقاء. لاحظ مع الكرة من خط المنتصف، افتكاك الكرة الماضية، أين الدفاع في كرتين؟ اللاعب ينفرد خارج خط 18، يتمكن من الوصول بشكل رائع. الجزائر في أقل من دقيقتين تضيف هدفين توصل بهما قدم بحول الله تعالى، كل التوفيق لمنتخبنا. محاولة تقدم الآن، ضرب الدفاع للمرة الثالثة، نصل إلى ضرب الدفاع، محاولة، الهدف الأول لمنتخبنا، الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. نعم، نجاح بشكل رائع واختراق للدفاع في الكرة الماضية، هنا علي البوسعيدي ينجح في الاختراق الرائع وإيصال منتخبنا الوطني إلى أولى الأهداف في هذا اللقاء بشكل رائع. لاحظ مع التقدم والهروب بالكرة من جانب علي البوسعيدي، التحرك والنقلة الجميلة. الثالث للمنتخب الجزائري، سفيان لاعب فالنسيا يتمكن من التسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في الكرة الماضية. نعم، الجزائر تضرب بالثلاثة في هذا اللقاء. سفيان لم يكن رحوما بمرمى منتخبنا في الكرة السابقة، يسعد العشاق والأنصار للمنتخب الجزائري من خلال هذا اللقاء دفاع منتخبنا الوطني، وألف علامة استفهام. لاحظ الوقفة لدفاع منتخبنا الوطني، هنا الرقابة بين اثنين كانوا يتواجدون في الأمام واللاعب كان يتواجد خلفهم، وقفة لم تكن بوقفة مدافعين بالشكل الصحيح، هكذا أقول.